محمد بن رامز اليحافي. هكذا تهانينا وناموس للجميع. التواصل من جديد اذا مشاهدينا متابعينا الكرام عبر هذه الانطلاقات المسائية وشوطنا العاشر المنطلق قبل لحظات المخصص لفئة الابكار اللقاية المهجنات، اعلنت انطلاقته لنتابع ايضا تحدي جديد وتحدي مثير خلف هذه الشعارات القوية المثيرة. نتابع معكم اول المنطلقين، اول المتحدين، اول الباحثين عن ناموس هذا الشوط والصدارة والقيادة والمركز الاول في هذه اللحظات. تتابع التواجد من الجانب الاخر مع انطلاقتي هناك دولة للسيد سيف بن سعيد بن سهيل الراشدي، المركز الثاني، المركز الثاني مع انطلاقة بنادق لعبيد بن صغير بن يرادة الاشتبي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الاخر. وتابع ايضا الحضور الرائع والتواجد المميز من ضي لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاستبي. ايضا نذكركم مستمعينا متابعينا الكرام بانه بعد هذا الشوط سيكون التكريم للحاصلين على المراكز الاولى المتقدمه في اشواط الرموز. نتابع وايضا نتقدم مع انطلاق هذا الشوط والعوده مع المركز الرابع اللي انتقلت الى المركز الاول نقله فريده المسج لسلطان بن خليفه بن سلطان بن رشيد ال اجتبي هناك او السويدي. المركز الخامس، المركز الخامس مع انطلاقه شوده لعبد الله بن شافي بن سالم ال شافي. والمركز السادس، المركز السادس هناك اتابع الحضور في سادس المراكز مع تواجد غازيه للسيد نايب بن محمد بن خميس البادي. المركز السابع، المركز السابع ابعاد لعمران بن حمد بن محمد ال اجتبي. والمركز الثامن، المركز الثامن ثواني لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي، بينما المركز التاسع وتابع تواجد وانطلاقي في هذا التحدي معركه لسيف بن ياسر بن سيف العرياني. والمركز العاشر، المركز العاشر هناك التواجد مع اسرار لمحمد، هناك الحضور مع الحذرة ليمعى بن سعيد بن راشد المهيري. هذه النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة. هذا هو نداؤنا الأول للعشرة المراكز، دعنا على حضراتكم كاملة مكملة. أيضا أسامي قوية وشعارات مميزة خلف المراكز العشرة لم يحين موعد دخولها. أعود من جديد مع المركز الأول، أعود مع بنادق لعبيد بن صغير بن يرادة آل اجتبي. هو المسيطر على الأمور وهو المسيطر على المركز الأول وناموس هذا الانطلاق ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني، المركز الثاني والتواجد أيضا والحضور الرائع والانطلاقة من المسج لسلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي انتقلت وغيرت إلى المركز الثاني في هذه اللحظة. وتابع انطلاقة ضي لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاشتبي ما شاء الله. يا هي اسماء، يا هي شعارات، يا هي تدخلات قوية. وتابع الحضور وتابع النقل ايضا في المركز الثالث مع شهوده لعبد الله بن شافي بن سالم ال شافي. وشهوده اسم عريق، اسم عريق ومعروف لدى الاخوه ملاك الهجن، اسم تاريخي بالفعل. وتابع الحضور من المركز الثالث واللي خذت المركز الثاني في هذه لحظات ثواني لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي. التغييرات والتدخلات مشاهدينا الكرام، اول لدى كذلك النهب لسالمين بن فرج بن عبدات الكثيري، واصل مع ثواني ومنطلق انطلاقة الكبار والعمالقة. تدخل جديد وتدخل رائع من الوثبة لسليم بن سالم بن عامر بن عمر العفاري عفوا. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء، هكذا يكون الحضور للكبار في الأيام الكبيرة ما شاء الله وتبارك الله. أيضا التدخل، وتابع الوصول على سادس المراكز، على سادس المراكز من معركة لسيف بن ياسر بن سيف العرياني. المركز السابع، المركز السابع المستشارة
لعلي بن زريفر بن ناصر الغفراني المري قادما ايضا هناك، واول لدى اول لدى مع نجوى لسلطان بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. الله 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 الله، هذه مشاهدينا الكرام الاسماء. اعود من جديد مع المركز الاول، اعود من جديد مع نهب سالمين بن فرج بن عبدات الكثيري، يسيطر على الامور ويسيطر على صدارة الشوط والقيادة والريادة، ما شاء الله. هناك المركز الثاني، المركز الثاني وتابع ثواني لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي، الكيلو المتر الأخير بدانا متابعينا بالهبوط التدريجي نحو المنصة الرئيسية ونحو خط النهاية. انتزاع المركز الأول بدا من نجوى لسلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يسيطر على الامور مع نجوى نجوى نجوى، ولكن التسلل من الطياره لسعيد بن غصاب راعي الطيره العامري او عمر هناك الحاضر مع هذا الشوط. الطياره على المركز الثاني ونجوى اولا، لمن الفوز لمن الانتصار. اللحظات الاخيره اللحظات الحرجه، وطارت الطياره طارت الطياره، نعم، وحلقت في سما المرموم، حلقت في سما دبي. روح بالطيرة، روح العامري مع المركز الأول، روح مع صدارة الشوط والقيادة بن غصاب، روح مع المركز الأول. طيب ولا غصب؟ طيب ولا غصب؟ المركز الأول مع الطيارة سعيد بن غصاب راعي الطيرة العامري، سلامي عليك وسلامي على هذا الحضور الرائع بالمركز الأول وناموسي هذا الشوط. نعم الطيارة من قدمت هذا العرض المثير والرائع بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسيد سعيد بن غصاب راعي الطير العامري على فوز الطيارة بالمركز الأول. المركز الثاني لسلطان بن خليفة بسلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث، المركز الثالث لنايب بن محمد بن خميس البادي. والمركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع خيرة لعلي بن حمد بن علي بريس المري. والمركز الخامس لخالد بن محمد بن سعيد الفهيدة المري. تهانينا والناموس، إذا نعيد بالتهنية والناموس للسيد مع حضور أيضا هذا الحضور المميز والرائع سعيد بن غصاب راعي طيره العامري. الانتصار الطيارة بالمركز الأول 7 دقائق 20 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي وصلت في المركز الثاني نجوى سلطان بن خليفة بسلطان بن رشيد السويدي. عطنا المركز الثاني مخرجنا بتوقيت وقدره 7 دقائق 22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. واللي حصلت المركز على المركز الثالث غازية لنايف بن محمد بن خميس البادي بتوقيت وقدره 7 دقائق 26 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا إذا وصلنا مشاهدينا متابعينا الكرام إلى لحظات التتويج